السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعامل مع حاجة جديدة في الـ CSS وهي اللينك. لو أنا جيت هنا حذفت الباراجراف وحطيت الايس تاج أو اي تاج واديته هرف وقلت له http://google.com وجيت هنا visit web site مثلا وعملت حفظ عملت ريفرش لاحظ طلع معايا لينك. هنا في الاحداث الخاصه بالفيزيت لينك او بالالايز تاج اللي انا عامله اقدر اتحكم بكل العمليات اللي فيه. لاحظ لما يجي الماوس على اللينك ديت اسمها عمليه هوفر وديت بنتعامل بيها مع السي اس اس عن طريق الطريقه التاليه. انا في السي اس اس معروف ان انا بتعامل مع التاج على طول. لو انا جيت هنا قلت الكالر بتاع الالايز تاج او الهراف تاج ده لونه اسود على سبيل المثال عملت ريفرش طلع معايا باللون الاسود وتحتيه خط تكست ديكوريشن. لو احنا لو انت فاكر التكست ديكوريشن ممكن اتعامل معاها تكست ديكوريشن واحذف الخط اللي باسفل اللينك. لكن دي مش قصتي. قصتي ان انا اتعامل مع اللينك نفسه او الهريف تاج نفسه. اتعامل مع الايفنت. مجرد ما الماوس بيمر عليه دي بتسمى في السي اس اس هوفر. فبالتالي لما اضغط هنا لاحظ اتحول للون الاحمر. اما اجي اتمد يعني لاحظ انا بسحب بالماوس اللينك كاني بعمل كليك عليه ده باللون الاحمر ده بيتسمى اكتف. لكن لما يتم زيارته ونرجع باك ده بيسمى فيزيتد. طيب نشوف واحده واحده. لو انا جيت هنا قلت اي تاج واشوف الهوفر ازاي بتعامل معاه بحط نقطتين فوق بعض هوفر بالطريقه دي. وجيت هنا قلت الكالر مثلا باللون الاخضر مثلا هعمل ريفرش احط الماوس عليه لاحظ اتحول للون الاخضر. طيب لو جيت كررت الالايز تاج او الاي تاج وجيت هنا قلت اكتف هيكون باللون الازرق هعمل ريفرش هاجي اضغط عليه لاحظ بقى باللون الازرق اترك الضغطه على ايه رجع باللون الاسود. اذا الهوفر في حاله مرور الماوس على النص وفي حاله الضغط عليه بيتحول للون الازرق. لو جيت بقى زودت كمان وقلت فيزيتد وهخليه باللون مثلا البينك اوكي هعمل ريفرش لاحظ لما يديني البينك على طول ده معناه ان هو تم زياره الرابط ده من قبل. بدليل ان انا لو كررت الالايز تاج ده وجيت هنا مثلا قلت php anonymous.com ريفرش وهكرر وهقول anonymous 1 ريفرش. بص معايا لاحظ البراوزر اوتوماتيكلي عارف ان تم الضغط على اللينك ده واللينك ده قبل كده. لو جيت هنا قلت كده عشان نوضح بس الفكره اهو ونوضح هنا برضو واعمل حفظ راح بالريفرش. لاحظ تم زيارة google.com ده قبل كده وتم زيارة php anonymous.com وده حصل في دروس الـ CSS ودروس الـ HTML قبل كده. ولاحظ ان هو خلاص تم زيارتهم وفي لينك جديد ما تمش الزيارة لي فخد اللون الازرق اللي هو php anonymous1.com مثلا. ده لينك مش موجود لكنه ما تمش زيارته فالبراوزر تعامل معاه لانه لينك جديد ما تمش زيارته. فبالتالي في السي اس اس لما اجي اتحكم هنا بتحكم في الهوفر والاكتف والفيزيتد في اخر حاجه اسمها اللينك. لو جيت هنا قلت مثلا بلاك اسود ريفرش لاحظ اتحول معايا الى اللون الاسود اللي هو قبل او ما قبل الزياره. فدي فكره اللينك والفيزيتد والاكتف والهوفر. لاحظ ان لو ضغطت على الفيزيت ويب سايت ديت مفيش اي لون بيحصل. ليه؟ لان انا حولت هنا الضغطه او اللي هي الاكتف بتاعتي الى لينك فبالتالي ثبتت الالوان كلها عليها فخليته الهوفر ثابت باللون الاسود مع الضغط برضو باللون الاسود. فبالتالي لو حذفت اللينك هنا وعملت ريفرش هيرجع الوضع كما كان. الاكتف باللون الازرق الفيزيتد باللون البينك الهوفر باللون الاخضر.
هذه فكرة اللينكس في CSS. اشوفكم على خير، درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.